وأعلى أنواع الأسرار إنك أنت تستر على الله. يعني إيه تستر على الله بقى؟ إن لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بابتلاء تعتبر ده كنز وسر ما تقولوش لحد. مش تقول للناس شفت ربنا عمل فيا إيه؟ شفته مش عارف إيه؟ لا، ما تشتكيش لحد إلا إذا كان هذا الحد هتاخد منه مشورة. يعني عندك ابتلاء ومحتاج مشورة، فتشوف مين اللي هيديك المشورة بس. غير كده تستر على الله. مش تقول بقى ربنا يعني ايه عاوز تخلي صورة ربنا مش كويسة قدام الناس ولا ايه؟ لا، انت لازم اي ابتلاء ربنا يبتليك بيه تروح ساتره، ماشي، وتعتبر هذا كنز ربنا بيديهولك عشان يوم القيامة تجيله تقول له شوف انا دي اي حاجة تسترها من الابتلاءات ما تعرفش دي عند ربنا ليها ايه، ليها يعني. فانت تنتهز فرصة الابتلاءات وتسترها، ما تتكلمش بيها.